السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا معنا واحد حاله ديال عمليه ديال بي كي اف على قرنيه مفروضيه. بي كي اف بي كي غتدخل، فعدد كثير ديال الناس كي ما فهمش، كيقول لك كيفاش هو كي غتدخل وانت تعملوا البي كي اف. حنا كنسمعوا بان البي كي اف من نوع كي غتدخل. البي كي اف فيها نوعين، كاين البي كي اف اللي كنديروا ليه تصحيح البصر للتخلص من النظارات، البي كي اف اللي كنديروا ليه تصحيح البصر باش نتخلصوا من النظارات. إذا كان القياس من درجة كبيرة بزاف مكنتش نديروها على قرنية مفروضية، لأن غناكلو بزاف من القرنية. ولكن الناس اللي عندهم قرنية مفروضية والعوجاج مكبيرش بزاف، يتداخلو في الشوف ديالهم، تيمكن لي نرمم نحسن شكل القرنية باستعمال وسيلتين، إما باستعمال تي كي ار، يعني وسيلة لازر اللي غنأزيل فيها واحد الجزء من القرنية ويكون صغير للشروط ديالو، أولا بطرق أخرى اللي ممكن تشوفو معايا ديال زراعة حلقة، يعني تقنية إضافية، إما تقنية إزالة تكنيك سوستراكتيف اللي غنستعملو اليوم، ولا تقنية إضافية تكنيك أديتيف اللي كنديرو في ليزان. في جميع الحالات الهدف واحد هو تحسين شكل. إلا عندي عوجاج في القرنية، إما غادي ندير بي كي اف باش غادي نقص من العوجاج، وإما غادي ندير حلقة باش نجبد القرنية. حنا دائما كنحاولوا البي كي اف هي اللي تكون اول وسيله، لانها مضبوطه اكثر في النتائج ديالها. ولكن هي عندها واحد الشروط، الشروط خصني سمك القرنيه يكون مزيان، وخصني الكميه ديال القرنيه اللي غنزيل من اللي غنزيل اثناء العمليه ما تكونش كثيره بزاف، مثلا 50 ل 60 ميكرون. بحال هنا واحد العين غنحيدو لنا 60 ميكرون، والعين الاخرى غنحيدو لنا غير 25 ميكرون، ومن بعد غنعمل له كروس لينكين في نفس الحساسه، يعني غنسالي اللازر ديالي ومن بعد غنديرو الكروس لينكين. الهدف من هذه التقنيه ماشي باش نحيدو النظارات، لانه باش نحسنوا الرؤيه بالنظار. هنا لا بيتيلون كوسيتيكال الدور ديالها كبير بزاف بزاف، انا نحيدو لي بيتيلون باللازر. الجزء الاول فوالا على بركه الله. دونك اول مرحله كنحيد لي بيتيليون باللازر، وما غنحيدوش بالكاريفيكاتور. هاد المرحله دور عندها كبير في العلاج ديال هاد المشكل. يعني هنا الهدف ديال ندير هاد البوسيبيتيلان ماشي باش ما نقيش العين ولا شي حاجه، وانما باش نقاد السطح ديال القرنيه. دابا غندوزو للمرحلة الثانية، المرحلة العلاجية. كيف ما كتشوفوا معنا المقاسات اللي كندخلو صفر، حنا ما باغيش نحيدو النظارات، وإنما كنحاولو نقادو الشكل ديال القرنية فقط. ريكونيسونس حاول تفدو باش تحسن لا ريكونيسونس. فوالا نعاودو، قلتي نتا متاوري ياك؟ اي سلام. فوالا فوالا تخي بيان، برافو سا مارشي. دونك الان غندير الجزء الثاني ديال العلاج. في 13 ثانية فوالا، خليك تشوف الضوء حنا ماسيلي PKR adhéro guidé, ou la maximum wavefront guided PRK, ou la tasshé le laser sathé binaan ala basmatu karaniya. C'est bon. Donc, c'est bon. Il y a des mots. Qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis là? Comme l'amalia. Qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis là?
واش كيبان شي حاجه نهار الهدف ماشي واش هادشي انا غير كنشوف دابا كنزيد الكتابه لي تما شنو كتبت شوف لي هادي اكسل على فلامس الله يوفقك مرحله ثانيه ان شاء الله الهدف ديال هاد المنطقه صرا ماشي باش تشوف لي هادي 100 غير ما يمشي داك ولكن هاد الصراط من هادني انني شتي هاد 100 صرا ان شاء الله الجاي غيكون ان شاء الله مزيان باذن الله دابا المرحله الثانيه غنكون خاصه العمليه ديالنا درنا لا بي كا ار ابيغو غيدي بوغ لي دو زيو بوغ لا لو كيراتوكون الان حنا بصدد العلاج ديال كنديروا الكروس لينكين فوالا قدرت سيدي هكا لا شوف انت شوف 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 فوالا برافو عليك خليك هكا دونك كنكونوا درنا واحد المده ديال لا غيبو فلافين والان كيف ما كتشوفوا كنديروا الكروس لينكين علاش لاننا نقصنا من الصوب ديال القرنيه كنحاولوا نقويوها دونك تنديروا التنقاص ديال صوب القرنيه بواحد النسبه باش كنعالجوا داك الاعوجاج كنقصوا منه والمرحله الثانيه هي الكروس لينكين تثبيت القرنيه باش ان داك النقص اللي درنا ديال النسبه ديال القرنيه ما يكونش عنده اثر على الاعوجاج وشكرا.